مساء الخير على كل متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان. نحن الآن داخل مقابر عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والتي شهدت واقعة مؤسفة على مدار الأيام الماضية، وهي قيام لصوص وتجار خردة بسرقة بوابات المقابر، وسرقة أكثر من 60 بوابة من بوابات المقابر هنا داخل المقابر. هنا كما نشاهد تم خلع البوابات وسرقتها من قبل بعض اللصوص وتجار الخردة لبيعها بأسعار يعني زهيدة. هنا كما نشاهد تم سرقة هذه البوابة، وما تم حصره حتى الآن في هنا في المقابر سرقة أكثر من 60 بوابة على الأقل. كما نشاهد هنا أيضا تم سرقة بوابة مدفن من المدافن وخلعها والاستيلاء عليها دون احترام او لحرمة الموتى هنا في المقابر. وايضا هنا يعني اصحاب هذه المقابر وفي حالة من الاستياء والغضب بعد قيام اللصوص بسرقة مقابر ذويهم وتكسير البوابات وسرقتها. كما نشاهد هنا هذه البوابة ايضا تم سرقتها وتكسيرها والاستيلاء عليها. يعني المقابر مقابر عوارة تعد من أكبر المقابر هنا في مدينة طنطا وفي محافظة الغربية بشكل عام. هنا أيضا تم سرقة بوابة هذا المدفن، ويوجد هنا بقايا زجاجات لخمور يتناولها تجار المخدرات، وأيضا سرنجات للمواد المخدرة والتي يتعاطيها المدمنون هنا في المقابر. كما نشاهد هذه السرنجة يتم استخدامها في حقن المواد المخدرة وتعاطيها. دمي هنا يعني معانا دلوقتي يعني الدفان، أحد الدفانين هنا في مقابر عوارة، هيحكي لنا بالظبط إيه تفاصيل اللي بيحصل هنا والكارثة اللي بتحصل هنا في المقابر من سرقة بواباتها. يعني هنا برضه عاملينها، بعد إذن حضرتك ورينا. هذه بوابة أيضا تم سرقة، هذا المدفن تم سرقته وسرقة البوابة الخاصة بيه. هتعرفنا بحضرتك وتحكي لنا بالظبط ايه اللي بيحصل هنا في مقابر عوارة في طنطا. انا اسمي ابراهيم سعيد. اللي بيحصل في مقابر طنطا حضرتك دفن هنا في المنطقة في أنا المقابر هنا تراب المقابر اسمها طنطا المنطقة 11. تمام، دي المنطقة 11 احنا فيها دي دلوقتي حضرتك. اللي بيتم احنا كل يوم بنروح على المغرب من هنا، بنيجي كل يوم الصبح بنلاقي بالثلاث اربع بابات مسروقين، بنبلغ صاحب ماشي ومش عارفين نسيطر على الموضوع ده خالص. الموضوع ده حضرتك بقاله قد ايه بيتكرر هنا؟ ده من بعد العيد الصغير واحنا مبهدلين سرقات هنا. من بعد العيد الصغير مبهدلين سرقات، وطبعا احنا مش عارفين نسيطر على الامر لان احنا مش جهه مختصه عشان نعمل نعرف نعرف الطرق. تمام، لان احنا اخرنا هنا بنمشي امتى سمير؟ بعد المغرب. طبعا